الاستثمار في الإنسان في المواطن أهم من الحجر من الشوارع من أي حاجة. إذا كان عندك إنسان جيد قوي سليم الفكر عم تبني مجتمع عم تبني دولة. تاريخ وصول دولة الإمارات كان في 1976. أهل العزم بدو وحضر كانوا على غيص وسيف، ناس يشد بها الظهر والطيب. موضوع الغاز ابتدى جديد في الدولة، وكنا من أوائل الناس اللي لقينا إنه مجال جميل جدا وجيد وبحتاج تقنية تخصصية وصبر. يوم انه ظهر منهم على الوقف على الوقف نصيب، في العصب أصبح له مقر ويضخ من حال. ابتديت بالقطاع الخاص قطاع المقاولات، ومع التطور اللي حصل في الدولة التطور السريع كنا من أوائل الناس اللي دخلنا هذا المجال. على الرويس وفي البحر والسفن من فوق الغبيب، وجيوشنا وجيوشنا تقدح تقدح ظفر ظفر هذا اليوم المريب. مواكبة التطور والتقنيات الحديثة وإدخال كل شيء جديد في النظام يساعد ويمتن السيفتي أو السلامة في النظام. وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب، وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب. تطور سريع كله بالنهاية بصب لمصلحة الساكن المقيم ومصلحة السلام العامة بالنسبة لنظام الغاز. بالمطر والأي محتاج نتيب، وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال. الأرض الطيبة بتطلع ناس طيبين، وهي أرض طيبة واللي بناها رحمة الله عليه من أطيب الناس كان على وجه الأرض. تاريخ وصول دولة الإمارات كان في 1976 18/8/1976. بذكر التاريخ ذكرى كاملة. درست في ثانوية الإمارات وتخرجت من ثانوية الإمارات ودرست الهندسة في بيروت ورجعت بعد الهندسة إلى دولة الإمارات. ابتديت بالقطاع الخاص قطاع المقاولات، ومع التطور اللي حصل في الدولة التطور السريع وبداية تمديدات الغاز المركزي في البنيات والشقق والقصور والفلل كنا من أوائل الناس اللي دخلنا هذا المجال، وأتصور الحمد لله أنه ساهمنا بتطوير النظام إحنا وشركات أخرى فينا نسميها منافسة بنفس المجال. كان النظام عبارة عن سيستم بسيط جدا وتم تعديله إلى حاليا يعتبر من أفضل الأنظمة تتميز بالسلامة عن
أي نظام موجود في أي دولة أخرى حتى في أوروبا أو أمريكا. تأسيس الشركة كمهندس موجود في الدولة ومن بمجال الكونستراكشن المقاولات، وعدت سابقا قلت لك إنه كان موضوع الغاز ابتدى جديد في الدولة بشكل عام، وكنا من أوائل الناس اللي لقينا إنه مجال جميل جدا وجيد وبيحتاج تقنية تخصصية وصبر. أول تحديات كانت إقناع الناس، طبعا بعد موافقة ديوان سمو رئيس الدولة على تمديدات الغاز المركزي في الأبنية الحديثة اللي تبنى في هذاك الوقت، كان إقناع الناس إنه الغاز المركزي أفضل والسلامة والسيفتي بما فيهم حتى الاستشاريين، إنه كان نظام جديد بعيد عن بيئتنا الخليجية بشكل عام. والحمد لله لكل مجتهد نصيب. أول حاجة مواكبة التطور والتقنيات الحديثة وإدخال كل شيء جديد في النظام يساعد ويمتن السيفتي أو السلامة في النظام، وكانت ميزة تتميز فيها شركتنا. أي حاجة جديدة تزيد معامل الأمان والسلامة في سيستم الغاز المركزي كنا من السباقين والأوائل إلى تطبيقه، ولو كلفنا أحيانا مبالغ عالية نوعا ما، لكن مع الوقت قطفنا ثمرة هذا الاستثمار في نفس المجال. الخدمات اللي بتقدمها الشركة نتميز عن بقية شركات إنه عندنا قسم خاص للتصميم، تصميم حسب الاشتراطات المحلية والعالمية، ويتم إدخال أي تعديلات عالمية بمجالات السيفتي أو مجالات السلامة بشكل عام حسب الـ NFPA وحسب تعليمات أدنوك واشتراطات الدفاع المدني في نظامنا. نقوم بعمل تركيبات توصيلات توريد الغاز للسكان، بمعنى آخر كمان بيع الغاز للسكان من يعني بمجال الغاز من A to Z. هذا مجال خدماتنا بالإضافة إلى الصيانة. عندنا قسم الـ 24 ساعة خدمة طوارئ 7 أيام، عندنا رقم دائم toll free 800. أتصور هذا هو مجال خدماتنا بالنسبة للغاز المركزي. والشباب مهندسين ممكن يفيدوكم أكثر على يتوسعوا أكثر في مجال خدماتنا وخططهم المستقبلية اللي عم بيطوروها وبيشتغلوا عليها. رسالتي للشباب بشكل عام: من طلب العلا سهر الليالي، ولكل مجتهد نصيب. أهم قول رحمة الله عليه قاله الشيخ زايد ودائما حاطه مثل ما بيقولوا الإخوان المصريين حلقة في داني: الاستثمار في الإنسان في المواطن أهم من الحجر من الشوارع من أي حاجة. إذا كان عندك إنسان جيد قوي سليم الفكر عم تبني مجتمع عم تبني دولة. تطورات كتير وسريعة، إذا بدنا نبدأ نعد مش من نقطة الانطلاق لليوم لحظة يعني تشعري فيها لحظات. تطور سريع بالخدمات بنوعية الأداء إن كان من جهة الحكومية أو القطاع الخاص، نوعية المواد، أسلوب العمل، تطور سريع كله بالنهاية بصب لمصلحة الساكن المقيم ومصلحة السلام العامة
بالنسبة لنظام الغاز. رسالة بسيطة جدا، الأرض الطيبة بتطلع ناس طيبين، وهي أرض طيبة، واللي بناها رحمة الله عليه من أطيب الناس كانوا على وجه الأرض. نعم، أنا من مواليد الإمارات، مواليد مدينة أبوظبي، كامل تعليمي كان في الإمارات. تخرجت مهندس ميكانيك في الجامعة الأمريكية في الشارقة، كملت تعليمي للماجستير في جامعة وولونغونغ في دبي، وبدأت عملي في التنمية الملكية لعمل الغاز من 2007 ليومنا هذا. من وقت ما بلشنا بال 1994 بدأنا بسيستم الغاز، وظلينا نطور فيه على مراحل وحسب احتياجات السوق وحسب التطورات اللي عم تطلع بالصناعات والتطور كسمارت سيستم مثلا. فمن الخطط التطوريه انه توسيع العمل ان جنرال في كامل دوله الامارات، والتوسع خارج دوله الامارات. عملنا هذا الشيء عن طريق شراكات مع شركات ذات اسم عريق، برضو عالمية ومحلية، لهدف التطور والتوسع في المجال نفسه في الإمارات وخارج الإمارات. هلأ في شغلات جديدة احنا طرحناها في سوق دولة الإمارات في مجال الغاز. كان الغاز عبارة عن يعني زي ما تحكي في البيوت، انه خلص واحد يطبخ عنده هالجرة الصغيرة بطبخ وبيخلص، بس طور الموضوع لإنشاء ديزاينات وتصميمات لمدن، مدن عمالية، مدن سكنية، مدن تجارية، مدن صناعية. وكان في تواجهنا صعوبات كتير بهاي الشغلات بسبب يعني حسب الأحجام والأفيلابل، يعني السبيس الأفيلابل ومتطلبات السوق كانت كتير كبيرة، وعندنا بدولة الإمارات كانت كتير سريعة وضخمة، واضطرينا إنه نتماشى معها ونركض لحتى نلحق بس تطور دولة الإمارات. عملنا على أساسها ديزاينات جديدة وخلقنا شغلات جديدة مثل الغاز التخليقي، سميناه اسمه SNG، لحتى يقدر يواكب هاي الاحتياجات. ولسه كل يوم والتاني زيادة. التكميلي التخليقي له أكثر من اسم. في دولة الإمارات نعم، في دولة الإمارات نعم. كان في عندنا شراكات بمجال التصنيع مع شركات أو مصانع أمريكية ومصانع كورية كمان بنفس الوقت، لحتى يعني نقدر نوفق لأكثر أفضل كوست، أفضل تكلفة وأعلى كفاءة. مشينا على أساس عندنا بوليسي وعندنا يعني نظرة، وأساس النظرة إنه الموظفين اللي في الشركة اللي كبروا مع الشركة من 4 موظفين ل 250 موظف ما بيتعاملوا على أساس الموظفين، هم بارت من العيلة، هي عيلة واحدة متكاملة. لما يكون الانفايرومنت تبع الشركة كله على شكل عائلي، تلاقي كل واحد عم بيعطي بيبذل بالشركة لحتى تكبر وتتوسع. غير هيك نحن ضلينا ماشيين على خطى دولة الإمارات، الشغلات اللي عم بيشجعونا عليها، تحويل للأونلاين، تحويل للسمارت، تحويل للأنظمة الذكية، كل شيء هذا ساعد للتطوير والثبات في المجال هذا، وتوسعنا فيه والحمد لله، بنينا اسم كتير كتير عريق في دولة الإمارات. هلا أنا بدأت من أول ما خلصت دراستي الجامعية، بدأت في الموقع نفسه، نزلت مع العمال أمشي معهم خطوة بخطوة، لصرت مهندس موقع، لصرت مدير مشروع، لصرت مدير مشاريع، حتى وصلت لموقع مدير التطوير. يعني ما كان شيء بيوم وليلة، مستحيل. وبنفس الوقت كنت أعمل دورات تدريبية وكملت ماجستير بنفس وقت الشغل. فللشباب دائما أي شيء شغل عنده أو أي شيء
بده اياه لازم يبدا بحلم ويبلش على تخطيط وتنفيذ الحلم، وبعدين بس ينفذ وينجح بالحلم يتطور بهذا اللي وصل له. هلا كشغل ان جنرال ما لازم الواحد بس يتاثر باللي حواليه، انه يعني والله شاف مطعم ولا شاف مقهى انه هذا ناجح انا لازم اسير زيه، لا، لازم يحاول يدرس السوق بنفسه، يعرف شو محتاج السوق اساسا، يشوف اللي حواليه شو غلطه شو نجحه، مش بس التقليد الاعمى وخلاص هاي هي، لا، اي شيء يحتاج السوق نعم ادرسه خطط له وبلش فيه. في شغله ضروريه لازم الواحد ياكد عليها، بده يدور على الخبرات اللي بتعرف بهذا المجال. ممكن انت تكون شاب معك راس مال معين بس محتاج انك تطوره وبدك تفتح هالبزنس وهالشيء اللي بدك تسويه، دور على ناس ذو خبره دخلوا بهذا المجال او يكونوا معك بفريق العمل تاعك لحتى يساعدوك تطور وتنجح فيه. ولو فشلت معلش الواحد بيفشل وبينجح وبتعلم من الفشل، وان شاء الله للتوفيق للجميع.